لا إله إلا الله نهبوا كل شيء. لا إله إلا الله ما عد بقوا لنا شيء. لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء. أيوه أيوه يدك سهل خليها كأن أحركها طبيعي. صح إني مكسور خليها 5 دقائق. أي جيل مشرف تكلم أنا أسويت يا أخي وأنا... أقسم بالله ما عملت شيء. أعرف والله ما أوه شكلك قد لك شهرين أحمد الله. شهرين إيش أنا تعب؟ هي كلمتين وخرج عند عيالك وفتهن وارتاح. يلا يجي الآن. أيوة أهلا. وهذا أيوة جاهز جاهز تكلمنا. الموضوع عندك اعترف علشان تخرج عند اولادك. اقسم بالله ما عملت شيء. اقسم بالله العلي العظيم ما عملت شيء. ولا انا حق خليه ولا انا حق اي شيء يا اخي. احنا داري 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 احنا داري. انت ما تفهمش. احنا داري انك بس هذه ضروره علشان تخرج. اجراءات روتينيه بس طبيعي جدا. تتكلم وخرج ما حد يخرج الا باعتراف. هذه معروف هذا في القانون حقنا. ما تخرج الا باعتراف. فالان تعترف. انت الان شهرين مرتاح لا تعذيب ولا شيء علشان يتحسن شكلك امام الناس. فحاول انك تعطي اعتراف تحسسهم انك انت المجرم. بس تفضل يلا. طيب مساله بسيطه. جاهز؟ جاهز. 3 2 1. انا محمد احمد محمد علي مصلح. اسالك بالله اسالك بالله هذا 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 مجرم. هذا ما انا عاد انا بند عاد انا بند. اول مره اعترف ما انا ايش داري كيف اعترف. اعلمك كيف اعترف بقوه. شحطة. ايوه اعترف انا أيوة. محمد ابن محمد ابن ناصر انني قتلت. هذه هنجمه. انا فين الاجرام بالموضوع؟ فين الاجرام بالموضوع؟ اشتك تكون مجرم فاهم يا اخي. الحين انت قلت ان انا ما بش تعذيب. لا في حزن. انت قلت ما بش تعذيب يعني في ندم. انت انا كل جسمي من رضرض عادي. ايش دحين؟ المهم شكلك تمام كانك مش معذب. الشكل اي من الشكل دحين. انت اعترف بس بشكل فيه حزن شويه. طيب حزن. اعترف انه ان انا صاحب ان معي خليه اجراميه. ايوه واذكر أيوة. بعض الاسماء أيوة. واني مدعوم من بيت الاحمر. مدعوم من زنداني. مدعوم من علي عبد الله صالح. مدعوم من الاصلاح. من الاصلاح كلهم اولاد. وعلي عبد الله صالح والاصلاح والكل جماعتهم كلهم. ايوه كلهم كلهم اولاد عموني. ايوه والمؤتمر وكل حاجه كلهم دعموه. جاهز؟ ايوه. حزن. 3 2 1. اقسم بالله ما فعلت شيء. والله ما انني بصعوبه بتخرج الكلام. اعترف اني صاحب خليه وانني فجرت ها هذا الكاميرا. ايوه لا اسالك بالله والله ان كان قد بدا لا. بدا كان قد بدا. لا, لا غلط. لا غلط غلط كذا كأن احنا غصبناه. وين الفرح؟ ايوه وين السعاده؟ سعاده. ايوه اعترف ان احنا مرت مسح بناتك. الله يا اخي اجلس سواه وتكلم كلمتين وشيء. اعترف لا ولا غاية. يلا معانا 30,000 قضية. اخي ايش اعترف؟ ايش اعترف؟ ايش اقول؟ انا ما قتلت ولا فجرت ولا فعلت شيء. دوري ايش اعترف لك انا؟ اعترف عشان تخرج بس. اعترف عشان تخرج فهم عربي. 3 2 1. اعترف. جاي تبكي هنا يا ابن خارج. باقي معنا 20 واحد عشان نخرج اعترافات منهم. لا تبكي يلا. قد الذاكرة خلاص امتلت وهو لا تكلم. 3 2 1. اعترف ان انا صاحب خلية وانه بيدعمني الاصلاح والمؤتمر وعلي عبد الله صالح. كلنا احنا فجرنا. فجرت 10 بيوت حوثيين و10 بيوت مشرفين وفجرت كل حاجة واننا مجرم يا اخي. الاعتراف وين الزنداني؟ ليش ما ذكرت الزنداني بين الموضوع؟ يا اخي الاعتراف سيد الادله. الاعتراف ذكرت الزنداني. الحين ايش الفائده ان انا ايش اعترف وبعدين؟ من هي حاكمك؟ من حاك... من هم الدوله؟ انتم خلاص. ومن هم المحكمه؟ انتم. من هم القضاه؟ انتم. من هم المجرمين؟ انتم. احنا مجرمين. احنا مجرمين. هي هي كتب بهذلتوه. بهذلتوه بالله والذي خلقك. لو ما تعترف الان لا اعذبك واوريك صح التعذيب الحقيقي واوريك كيف التعذيب. يلا الان بسرعه. بس ابتسامة هكذا كان ما في شيء. يلا وكان ولا في شيء. يلا ايوه 3 2 يوف.
وما حد خرجه والله. أنا حلفت لك. ما أستر أكذب. والله ما أستر أكذب. أحلف لك براس السيد. لو ما تعترف الآن لأسحب الكهرباء هي بسرعة. هذا هو الحل الأخير. هذا أخر حل. بسرعة. أعترف أن الإصلاح والمؤتمر وعلي عبد الله صالح والزنداني وعيال الأحمر علي محسن أنهم كلهم دعموني إن أنا أكون خلية انتحارية نكون نفجر. كم فجر؟ فجر في 10 بيوت. 10 بيوت بس يعني ممكن نعذبك على 10 بيوت. كم احنا كم أكثر أكبر عدد ممكن. يلا فجرت 1000 بيت. يا الله اليمن كلها ما بشيها. هذا زلزال مركز هذا منها كلها. سامي يا أخي هذا والله إنك كان قد خرجت. أسألك بالله. خلي شوية آخر مرة. ها حرام ما أفوت. يلا هذا آخر تكلم. حلفت لك بالله إمام مغلظة لو ما إنك أنت تعترف. يلا إني أضرب لك كهرباء. يلا 3-2-1. أعترف إن أنا كنت صاحب قتي إن أنا والله لا والله لا أوريك الآن. خليك تعترف. أسألك بالله. أوف الله 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 يا دنيا. أوف بس والله العظيم مشاك هذا مجهود الصورة. والله إنك كانت تموت يا سيدي. والله إنك كانت تموت. اقتلوا الكلب هذا. اقتلوا رجلي هذا الكهرباء كله ما ما أستر أحرك رجلي. اقتلوا ما عادش فايدة. اقتلوا خلاص ما عادش فايدة. اقتلوا أبو هذا ما عادش فايدة. لا إله إلا الله ما عادش فايدة. يا أخي أنا ولا ترحم ولا ترحم أبدا. هكذا. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة نناقش فيها عصر الرجعة. هذا الموضوع الغامض يجيبنا فيه فضيلة العلامة مولانا آية الله أكبر معرجاني. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك ما أسعدني في هذه اللحظات كلما تذكرت عصر الرجعة يقشعر يزرائب وشكشب يتكشبب جسمي لأنه عصركم المنتظر. يا ليلى. طيب مولانا الكثير يسأل ماذا تعني بعصر الرجعة هذا؟ عصر الرجعة كما جاء في كتبنا أنه الله سبحانه وتعالى يرجع الحسين من جديد. يرجع الحسين بن علي. لماذا يرجع الحسين بن علي؟ لماذا؟ ليقتص من بني أمية ويخرج الأبو بكر وعمر ويجلدهما. نعم هذا موجود في كتبنا. مكتوب هكذا؟ ما في كتبنا في ما يحضره الفقيه والنسكافي والكافي. كتبنا كلها شمبانزي في أسستاني في الكلينكسي في شماهز الأنساب في دلائم الأعمار في قلوبنا الأشان كلها موجود هذا الكلام. سيخرج الحسين سيعود وتسمى عهد الرجعة عصر الرجعة وهو العصر الذهبي. فقط للانتقام. للانتقام نعم. ذكرت في كتاب أنه سيخرج الإمام أو سيخرج أبو بكر عمر ويقتلهما. نعم الحسين سيقتلهما. نعم وأيضا سيخرج المهدي. أيضا سيعود وسيخرج. سيعود المهدي. نعم وسيعود أيضا الحسين. الكل يعني سيعود. نعم ما أدراك أيها الشنسير سيعود كلهم. سيعود جميع الأئمة 12 لأن الإمام الحسين لا يستطيع لحاله أن يخرج الإمام أبو كيف سيحفر القبر لحاله. الأدلة على هذا الشيء من أين تأتي؟ أدلة في الكتب وفي حتى في كتبكم وفي في كل شيء. اذكر دليل واحد. رجعين يا هوى رجعين يا زهرة المساكين. رجعين يا هوى رجعين على درب الهوى رجعين. وهذا من أكبر الأدلة. هذا في أي كتاب؟ في كتاب المزخبجات العف.
نعم. من رواه؟ رواه الزنفجي. الزنفجي. وكما جاء الطيطبان بن أبي سبلهج قال أنه من جاء في عصر الرجعة يا سعده سعدة. حديثة مكمل. مكمل. يا سلام. ما شاء الله. ليس فقط الأئمة الاثنى عشر من سيعودون، بل سيعود جميع آل البيت. أو آل البيت. حتى أنا سأعود، وجدي وجدي جدي وابني وابني ابني وخلي وخلي خلي وشلي وشلي شلي. ستعود أنت. سنعود، وهذا يسمى وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. ليناصر الحسين. من سيحكم في هذا المرحلة؟ الحسين أم النبي أم من؟ فاجأتني بهذا السؤال. لا تفاجئني، الله لا وفقك ولا أضرح لك بركة. أنت هذا الأسماء اهدأ شوي. أجين. من سيحكم في تلك المرحلة، مرحلة الرجعة؟ الحسين تقريبا. مش الحسين في كتبنا أنه الحسين، والله أعلم، وتقريبا أنه الحسين كما جاء في كتب راجع 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 على أهاب الموت، راجع 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 يمان الموت في جرب الجهاد، راجع راجع. أنت لو عدت معهم مع هذه الزمرة آل البيت، أين يكون موقعك؟ أين منصبك؟ وزير الثروة السمكية. نعم سأكون، وسنحكم مئة عام، ألف عام، ألف ألف عام، ألف عام من جديد. سنحكم ألف عام من جديد، ألف عام، لأننا بل وسيعود الأنبياء جميعا، سيعودون في عصر الرجعة ويقاتلون مع سيد الحسين ونقاتل. ألف عام. نعم. كم تكون أعماركم في هذا؟ لماذا لم تسألني من ستقاتلون؟ من؟ بنو أمية. أو ستقول لي أنهم ماتوا صح؟ جميعا سيعيدهم الله وحرب من جديد. وحرب. يا سلام. الله ستكون ليلى 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 يا مسرع الليل. الله الله يا سلام. كم تكون أعماركم في هذه المرحلة؟ ما بين السبعين والثمانين. ها؟ ألف أنتم؟ لا لا ألف، يعني ما بين المئتين والخمسين إلى الثلاثمائة. لا ما أدري يا أخي، أنت بتسأل أسئلة. هل هم أعطوك هذا الإشارة الخضراء أنك تسألني أي سؤال أم ما هو في الدفتر؟ إنه مكتوب. سيكون أعمارنا ما بين الثلاثمائة والأربعمائة. لأننا سنحكم ألف عام حتى سودت، وألف عام حتى بيضت، فهي سوداء مظلمة. اتصال. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك سيدي؟ أهلا وسهلا. طيبين؟ تمام الحمد لله. سؤالك من معنا؟ معك يزيد بن أبو بكر. من؟ يزيد بن أبو بكر. قفل يزيد بن أبو بكر. دعوه يسأل. لقد جاء. لا هذا لا سؤال ولا إجابة ولا مرارة. يزيد ابن أبو بكر. يا الله خارجنا من أوله من آخره. قفل. متصل آخر. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفنا عليك. عمر. عمر. ما هذا يا 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 يا. لا تجيبه. من كان كما جاء عن سيدي الماشق ابن أبي عبد الله الشابح بركبته أنه قال من كان اسمه عمر فيعمر في النار. لماذا تخافون من هذه الأسماء؟ أنا أخاف من هذه الأسماء. أبو بكر عمر أغلق تلا المتخد. دعه يسأل. ما العيب في أسئلتهم؟ لماذا الخوف؟ لماذا تخاف من اسم عمر؟ والله ما كلهم مثلنا يخافون. ما جيت تسألني إلا أنا. كلهم يكرهوا عمر وأبو بكر. ما جيت تسألني إلا أنا. ذكرني هذا، هناك دليل على الرجعة. رجعين نعشق وندوب. الله. ونعش مع بعض حياتنا. الله. هذا هو من أفضل الأمثلة التي جاءت في الكتب حقنا. الله. نعم. وندوب. نعم وندوب. الله. وفي أيضا رجعتي لي، هذا سيغنوها في عصر الرجعة عندما سيأتي يزيد ويقول رجعتي لي.
الخلاصة من هذا الموضوع، لماذا كل هذا الضجيج ورجعة وموت ومن جديد وبتبعثهم يعني وحرب ومعركة تعيدونها من جديد؟ لماذا لم ينتصروا من البداية؟ الله يجعل عليهم النصر على أيديهم وفكيتنا من هذا التعب والألف سنة من جديد نرجع ودماء تسيل. والله لماذا كل هكذا تفعلني في البرنامج؟ لماذا؟ ما الغاية؟ ينتقموا قلنا لك عسب ينتصر آل البيت ويحكموا كان الوطن. سيعطى النصر من البداية يعني إذا كان على ما تقول أنت الآن ألف سنة وحرب ودماء تسيل من جديد على ماذا؟ تكلم رجعين يا هوا رجعين. مشاهدينا الكرام يبدو أنه عصر الرجعة هذا من خرافات أو من ما شابه ذلك، والأدلة على ما تسمعون من مولانا. نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرجعة وعصر الرجعة في أمان الله. حارب الكون أجمع ولا تعود الإمامة. اسم العظيم المعظم ما يحكم الشعب حوثي ولا تعود الإمامة. الجهل والخوف والجوع ذي كان في شعبي موجوع والله ما عاد ترجع ولا تعود الإمامة. وقطع رزق المواطن تحرق جميع المداين ولا تعود الإمامة. مهما تطول الحرايب ويدوم قطع الرواتب تهوني كل المصايب ولا تعود الإمامة. يا عيالي
نحن القتلى بلا ومفراغة أيوة والله انها غاغة ومفراغة أيوة والله انها غاغة ومفراغة لا عاد نظام يمشي ولا قانون العدل ضايع والقضاء معجون لا عاد نظام يمشي ولا قانون أيوة أيوة والعدل ضايع والقضاء معجون أيوة والأمن ما مش كل شي من بفضل الحوثي المجنون غاغا غاغا لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب بدون حارس وابو من شل قالوا شل والشعب جاوع مالكي يقول غاغا 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 غاغا